تعتبر الزلازل من أشد الكوارث الطبيعية فتكاً بالبشرية، بسبب أن الزلازل تحصل فجأة وبدون سابق إنذار، في خلال دقيقة أو أقل يكون كل شيء قد انتهى، مثل حصل في زلزال في إيران استمر 50 ثانية وقتل 50,000 شخص. الكوارث الطبيعية لنا تقريبا أكثر من 12 كارثة طبيعية، كلها ممكن تتعامل معها وتنبأ فيها، وكلها لها مقدمات ممكن أنك تتعامل بطريقة تستوجب كيف تخطط مخاطرها بشكل أو آخر. أما الزلازل لأنها تحصل فجأة وبالتالي تكون صعبة. الزلازل كما نلاحظ الآن تتركز على امتداد الحزام الزلزالي، هناك أحزمة زلزالية جبسات الآن في الخارطة أمامكم، حزام حلقة النار، وتقريبا 69% من زلازل العالم حول هذا الحزام، ويمتد بطول 40,000 كيلومتر زي ما نلاحظ الآن. أمريكا الشمالية على طول أمريكا الجنوبية، ثم يوصل للمنطقة القطبية.